صلى الله على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة يعيش في هم أو غم أو قلق، يجي في المجالس دائم في اكتئاب أو تأفف أف أف، هذا ما ينبغي. الإنسان دائم يكون همته عالية ويعمل أسباب التي تذهب الهموم وتنكشف الكروب بإذن الله. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهناك أمور يعني تبعد عنك هذا الهم والغم. أولا دعاء الله سبحانه وتعالى، تدعو الله: اللهم اذهب عني الهم والغم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر استعاذة عن الهم والغم والجبن والحزن. وأيضا الدعاء المعروف: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فقد جاء في فضله أن الله يذهب هذا الهم وهذا الغم ويبدله بفرح وسرور. إذا نحرص على هذا الدعاء دائما. أيضا حديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا أقل دعاء بذهاب الهم والغم: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يوسف بن متى، حديث ابن عباس، حديث الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أكثر من الأذكار هذه، أذكار الصباح، أذكار المساء، ولذكر الله أكبر فاذكروني أذكر. إذن ذكر الله من أسباب ذهاب الهم والغم والحزن. أيضا الصلاة في وقتها، الفرائض، قراءة القرآن.